اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في اخر فقرات الاهلي الليله. النهارده معانا اخبار كتيره من الالعاب الاخرى في النادي الاهلي، لكن هنبدا بخبر مهم لكل جماهير النادي الاهلي، وهو الاستعدادات للبطوله الافريقيه للكره الطايره سيدات اللي ان شاء الله باذن الله هتقام من 14 ليوم 26 مارس. بيستعد اللجنه العليا، اجتمعت برئاسه الدكتور محمد سراج عضو مجلس اداره النادي الاهلي، ويعني اتكلمت في كل الحاجات اللي تهم البطوله بخصوص الانتقالات والفنادق اللي هي هتستقبل الفرق اللي جايه من افريقيا ان شاء الله باذن الله. بطوله قويه لسيدات الطايره. سيدات الطايره النهارده هم موجودين في صربيا في معسكر بيستعدوا للبطوله الافريقيه ان شاء الله باذن الله. نتمنى ان هي بطوله صعبه جدا، بطوله فيها قرطاج من تونس والصفاقس التونسي ومرديه الجزائر والانابيب والسجون من كينيا. نتمنى ليهم باذن الله. طول عمر النادي الاهلي عودنا على البطولات اللي بيعملها، هو بيحتضن البطولات الافريقيه والبطولات العربيه في كل المجالات في كل الالعاب، ودايما النادي الاهلي السباق في البطولات، ودي تاني سنه على التوالي الاتحاد الافريقي بيدي للنادي الاهلي البطوله الافريقيه للكره الطايره سيدات. كابتن حمدي الصافي من هناك بيقول ان كل استعداداته جيده جدا جدا جدا، واللعيبه على يعني العمل على قدم وساق في بالنسبه للفريق النادي الاهلي للكره الطايره سيدات، والماتشات ماشي بشكل كويس جدا باعداد جيد جدا، وان شاء الله نتمناها باذن الله اهلاويه. نروح للخبر الثاني، وبرده الاستعدادات على بطوله افريقيا للكره الطايره رجال، بس المره دي مع الدكتور مهند بجدي، هو رئيس اللجنه العليا المنظمة للبطولة الأفريقية لكرة الطايرة رجال. زي ما شفنا آخر ماتش النادي الأهلي قدر يفوز على نادي الزمالك 3-1 في نهاية الدور الأول في الدوري الممتاز للكرة الطايرة، لكن اللجنة بتستعد برضو أنهوا كل الاستعدادات للبطولة. كانوا بيتكلموا على حفل الافتتاح والختام بالأخص، وهو ده الحاجة المهمة بالنسبة أو ده الشكل العام، لكن برضو النادي الأهلي طول ما هو عودنا على استقبال الفرق وتأمين الفرق في أرض مصر، الحمد لله الأمور برضه ماشية على ما يرام، وإن شاء الله بإذن الله تكون برضه بطولة موفقة للكرة الطايرة رجال. نسيب كرة الطايرة ونروح لكرة اليد. كرة اليد كابتن يحيى يوسف بيفوز النهارده على نادي هوليليدو بنتيجة 30-12. بيفوز مواليد 98 في دوري المرتبط للمحترفين. الشوط الاول خلص 15-7، كانت مباراه مهمه للنادي الاهلي، لكن الماتش اتلعب النهارده على ارض الامير في صاله الامير عبد الله الفيصل، والمباراه الجايه ان شاء الله يوم الثلاث مع نادي سبورتنج. والفرقه يعني ماشيه كويس جدا، ماشيه على اول الدوري، ماشي على اول الدوري، والامور ماشيه برضو. يعني فريق كره اليد ده الفريق اللي ان شاء الله الامل، وفريق الشباب اللي ان شاء الله السنه الجايه نشوفه في الدرجه الاولى باذن الله. فريق كره اليد الرجال برضو لازم نقول ان هم برضو بيستعدوا للدوري، لدوري المحترفين، لان المراحل خلاص قربت على الانتهاء بعد اخر تعادل مع نادي الزمالك 23-23. كان الفريق كسبان 6 اهداف، لكن نادي الزمالك قدر في اخر ثانيه في المباراه يحرز هدف التعادل من نادي الزمالك قدر يحرز هدف التعادل من رميه جزاء. هنسيب كره اليد وهنروح لمها عبد السلام بطله الغطس وبطله النادي الاهلي وبطله منتخب مصر اللي بتدرس دلوقتي في جامعه فلوريدا بامريكا. قدرت تفوز ببطولة الجامعات مع فرقتها اللي اتلعبت في ولاية جورجيا، حققت قد ايه؟ 935 نقطة. مها قدرت كمان تفوز بالثلاث ميداليات ذهب في الثلاث مسابقات، ما شاء الله زي ما هي قدامنا. مها معودانا ان هي من اللاعبات المميزات جدا. مها عبد السلام لعبت ري دي جانيرو، وفي نفس الوقت ان شاء الله تكون مرشحة بقوة إلى الأولمبياد القادمة في طوكيو. هنسيب مع عبد السلام ونقولها ان شاء الله باذن الله تكون في طوكيو متواجده، وعليها امل كبير عندنا ان شاء الله كلنا نكون تحرز ميداليه ان شاء الله في الاولمبيات القادمه باذن الله. لان انتوا عارفين الغطس عامه صعب، لعبه صعبه جدا جدا، الصين وامريكا بيكتسحوا الغطس، لكن مها بوجودها في امريكا اكيد في بيحصل هناك تدريبات مع وتنافسات مع الامريكيات، ان شاء الله باذن الله تكون متواجده معانا في طوكيو 2020.
هنروح لكرة اليد سيدات ومباراة لكرة اليد سيدات النهاردة في دور في الدور الثمانية مع نادي 6 أكتوبر. نادي الأهلي فاز 33-18، لسه المباراة خلصانة على صالة الأمير عبد الله الفيصل النهاردة، والنادي الأهلي إن شاء الله هيلاعب نادي الشمس في الدور نصف النهائي، ودي والحمد لله ان هو برضه ماشيين اول الدوري. كابتن اياد صلاح بيستعد للبطولات او بيخلص البطولات خلاص، وهو وفرقته عنده دوري ممتاز ما شاء الله، ماشي اول الدوري، والنهارده وصل النصف النهائي، مباراه مهمه مع نادي الشمس في شهر 4 اللي جاي، وعنده بطوله السوبر كمان بيستعد ليها. ان شاء الله باذن الله سيدات اليد يكونوا عند حسن ظننا زي ما احنا متعودين عليه، لان سيدات اليد طول عمرهم بيكسبوا كل حاجه، ودي حاجه مهمه جدا، وهي دي نجمات النادي الاهلي المتواجدين معانا في، وان شاء الله كمان عنده ماتش يوم الخميس اللي جاي مع مدينه نصر، وهيوم السبت اللي جاي مباراه قويه ومباراه مهمه مع نادي سموحه. نادي سموحه احنا عارفين برضو معقل من معاقل كره اليد للسيدات، ومباراه مهمه لتخطي المرحله او تخطي المرحله الاخيره عشان نوصل لاخر الدوري، مباراه مهمه لازم النادي الاهلي يعديها ان شاء الله. هنسيب كرة اليد سيدات وهنروح لكرة السلة رجال. النهاردة الأهلي لعب مع نادي سبورتينج وقدر يفوز ب 80-71. الماتش اتلعب النهاردة برضو وانتهى في صالة الأمير عبد الله الفيصل، وانتهى منذ دقائق. الأهلي بيرتفع رصيده ل 21 نقطة، وهيستنى نتيجة ماتش الاتحاد وطلايع الجيش، لأن الأهلي في الجولة اللي جاية بإذن الله هيلاعب نادي الجزيرة يوم السبت اللي جاي. فريق السلة بيستعد برضو أيضا للمباراة المهمة والمرتقبة في بطولة أفريقيا دور الثمانية، سموحة دور الثمانية رايح جاي، مباراة مهمة على أرض النادي الأهلي والعودة في نادي سموحة. كل أمنياتنا الطيبة لفريق السلة بتخطي بعد ما قدر يفوز بدوري المرتبط. الحمد لله ادي اول بطوله، كلنا باصين على كل البطولات اللي جايه. الشهر اللي جاي بالنسبه لطارق خيري ورجال الباسكت مهم جدا جدا جدا، لان الامور كلها بتسير عن قرب، يعني خلاص كل الدوريات في النادي الاهلي او في مصر بتقارب على الانتهاء. نتمنى ان فريق رجال السله يعني يحصدوا كثيرا من الالقاب ويزيدوا من حظ البطولات للنادي الاهلي. بكده خلصنا أخبارنا، وبكده هنطلع لفاصل وهنستقبل معجزة في التنس طاولة هي هنا جودة. فاصل وترجعوا لنا مرة تانية.